أن الدولة تقولت وتجبرت ضد المغاربة والمغربيات ومست أرزاقهم، وبالتالي نقول للدولة المغربية كفى من السياسات اللاشعبية التي تستهدف جيوب المغاربة وتستهدف إدلالهم. مقاومات للاستبداد والفساد ولطرح شعار التخلص من المخزن وبناء الديمقراطية، لطرح شعار الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. حركة 20 فبراير لا بد أنها ستستمر وستستمر حتى تخلص بلادنا من الظلم والطغيان وحتى بناء الكرامة والعدالة الاجتماعية.